طيب، على كل حال ربما خرجنا إلى أثر آخر، الرياضة والأخلاق يعني ربما دكتور محمد، ولكن نعود إلى الرياضة والسياسة. نعم، أنا من الأمور فقط المتعلقة بقطر، مثلا قطر ما فعلته اليوم أنه سمحت للجميع أن يعبروا عن أفكارهم ضمن الإطار المشروع، وهذا أصلا مبدأ. يعني الآن حتى لو بتروح على أمريكا، على أي بلد بالعالم، بلاد الحرية تكون لك الحرية، نعم مسموحة، ولكن ضمن إطار محدد. فبالتالي هذا ما فعلته قطر. الأمر الآخر أن قطر اهتمت بشكل كبير في مقابل هذا الشذوذ الذي كانوا يحاول أو يفرضوه، هذا التدني إلى مستوى أقل من مستوى الحيوانات. قطر كانت تلعب دور في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، في إبراز الثقافة الإسلامية دون نوع من الإكراه، وإنما كانت تعرضه بطريقة يعني فلنقل جيدة، بطريقة فيها سلاسة، فيها حكمة. كان هناك مثلا هذه الأكشاك الموجودة في الشوارع، يعني لمن أحبت من النساء أن تجرب الحجاب الشرعي، بعضهن أعجب بشكل كبير، بعضهن دخلوا في الإسلام، سماع الأذان، يعني موضوع يعني كتيبات عن الإسلام. فبالتالي أيضا على المستوى الثقافي إلى جانب التنظيم الكبير. وأنا أقول لك شيء، أنا لست الآن لا بوارد لا الدفاع عن قطر ولا الدفاع عن غير قطر. أنا يعني معروف عني أنني لست بحب للأنظمة بشكل عام، لا أدافع عن أحد، ولكن الإنسان يعترف أنه كان في نوع من التنظيم أثنى عليه الكبير والصغير في موضوع المونديال على المستوى المادي، يعني المواصلات، الطرقات، الأوتيلات، الاستاد اللي لعبوا فيهم الملاعب، ولكن أيضا على مستوى آخر أيضا كان هناك إبداع على مستوى يعني عرض الثقافة، ثقافة البلد وثقافة الإسلام بشكل أيضا مميز، وهذا يحسب لقطر في هذا المونديال، حتى يحسب سياسيا، لأنه أيضا من رأى بأنه منذ بداية مساعد دولة قطر للفوز بتنظيم مونديال عام 2022 أيضا طبيعي أنها كانت تضع نصب عينها تحقيق أهداف سياسية، وكان لها الفوز في الكانون الأول ديسمبر عام 2010، وهذا ما حققته قطر، كان أيضا من حق أي دولة أخرى. يعني هنا أيضا سياسيا قطر حققت يعني أهداف، وكما ذكرنا أهداف عديدة، ولكن أيضا أبرزها الهدف السياسي. طبعا، لأنه ماذا عن الهدف السياسي؟ لاحظ سيدي الكريم، كما قلت لك هذا الحدث يعتبر الحدث الأضخم والأخطر والأهم في كل العالم الرياضي، في كل الرياضات، لأن العالم كله يعني متوجه للنظر نحو هذا الحدث. وبالتالي أن يكون هذا المونديال في قطر، وقطر معروفة أنها دولة صغرى، يعني دولة صغرى وغير معروفة ربما عند كثير من دول العالم، أن تصبح قطر هي حديث كل الناس وكل الشعوب التي أتت لتكتشف قطر ولترى قطر ولتزور قطر بهدف الرياضة، ولكن بهدف الرياضة سيكون هناك يعني استكشاف لهذه الدولة. والأمر الآخر أن يعني أصبحت حديث الناس الآن قطر، هذا أمر على المستوى السياسي جيد جدا. وأيضا هناك التقاء، يعني هناك بعض الشخصيات السياسية التي ستزور قطر بهدف أيضا متابعة هذا الحدث، يعني بعض المنتخبات التي يعني جاء رأينا أن بعض السياسيين لبعض الدول المشاركة في المونديال أتى السياسيون وشاركوا في هذه الأحداث، طبعا بغض النظر عن الممارسات الأخلاقية التي فعلوها من لبس يعني شارة الشزاز، ولكن هذا أيضا يعتبر أمر سياسي. ما حصل من لقاءات، يعني مثلا لاحظ الذي حصل لقاء أردوغان والسيسي، أردوغان والسيسي حصل في قطر، غير من اللقاءات أيضا التي حصلت. فبالتالي هذا الموضوع لا شك أن له آثار على مستوى السياسي كما المستوى الاقتصادي. وهذه النقطة بالنسبة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، وربما نوع من المبادرة والمصالحة بين الطرفين بمساعي قطرية. يعني أيضا هناك أبعاد سياسية كبيرة لمونديال قطر، كما ذكرنا ذهبوا لافتتاح المونديال والمشاركة بالافتتاحية لأن كان هناك خلافات سياسية بينهم، والتقوا عبر لعبة الرياضة وسميت دبلوماسية رياضية. نعم، حتى نوضح أنه هذا الموضوع لا يمكن أن يكون أنه هيك أمر اعتباطي، لابد أنه كان مجهز له. يعني الدول ما تتصرف بطريقة تلقائية أنه والله رئيس دولة تقابل مع رئيس دولة أخرى وسلم مع بعض وانتهى الخلاف، لا، هذا لابد أن له منسق مسبق، يعني هناك فرق وهناك كوادر هي التي تقوم يعني أمنوط بها أن تحضر لهكذا أحداث ولهكذا مصالحات، بناء على شروط، بناء على محادثات تكون بين الأجهزة الأمنية، بين الجهاز الدبلوماسي، بين الجهاز السياسي. ولكن قضية يعني تتويج بهذه المصافحة، يعني المصافحة التي حصلت لابد أنها استتبعت أو كانت تابعة لسلسلة من الأعمال قبلها والتحضيرات، ولكن هذه المصافحة أن تحصل في هذا الحدث الرياضي لا شك أنه كان مكسب سياسي كبير لقطر. دبلوماسية رياضية، هل هي فعالة اليوم؟ يعني أو هذا المصطلح، يعني هذا مصطلح يعني الآن على نمط غيره من المصطلحات التي نشأت سيكون له رواج في المستقبل. رأينا أن كثير من المصطلحات التي نشأت سابقا نتيجة أحداث معينة ثم فيما بعد دخلت إلى الخطاب التداولي السياسي أو الفلسفي أو الفكري، ربما سيبرز هذا الأمر، ولكن بالنهاية حقيقته هو عبارة عن هذا السياسي، ولكن لما كان مرتبط بأمر رياضي سمي الدبلوماسية الرياضية، ولكن هو بحد ذاتها هي عبارة عن جزء من العلاقات الدولية ومن الحدث السياسي. طيب.